يقولون لي ليس لي باع في العلم، وأن أهل السنة ليسوا أشاعرة. أقول: وهل الإمام الأكبر إمام المسلمين شيخ الأزهر ليس له باع في العلم أيضا؟ ماذا تنتظرون؟ أن ينزل عليكم جبريل عليه السلام ليقول لكم بأن أهل السنة أشاعرة؟ ثم تعلمنا بعد ذلك في أبحاثنا بالدراسات العليا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وأن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والمعتدلين من فقهاء الحنابلة لم يخرجوا من عباءة هذا المذهب، كما يقول سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام. وهذا المفهوم لهذا العموم الذي يشمل علماء المسلمين وأئمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدثين وأهل التصوف والإرشاد وعلماء القلوب وأهل النحو واللغة، أكده قدماء الأشاعرة أنفسهم منذ البواكير الأولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاة الإمام الأشعري رضي الله عنه، وبخاصة عند الإمام الكبير حجة المتكلمين أبي منصور عبد القاهر البغدادي في كتابيه الفرق بين الفرق وأصول الدين، ثم عند أبي المظفر الإصفرايني في كتابه التبسيط في الدين، ثم هو ما استقر عليه الأمر عند جمهرة علماء الأمة عبر القرون التالية، بدءا من الإمام أبي الوليد بن رشد المالكي الجد وحتى العلامة السفاريني الحنبلي، والذي يقول: وأهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. كما يقول العلامة مقتدى الزبيدي الحنفي: والمراد بأهل السنة